انت مو ملاحظه انك ظالمتيني؟ مو انا اللي استعجلت لك بالخطبه واعلنت خطبتي عليكي بدون ما استشير حدا؟ كمل. ليش وقفت؟ انا من كل هالحكي شو قبضت؟ يا سيد ابو لطفي، مو انت كنت بدك تخطبني، انا اللي جريتك جار لحتى تخطبني، ولو اتركك على راحتك بعشرين سنة ما كنت فكرت تخطبني. أنا رح سلم معك ماشي، والزواج؟ الزواج ما بعرف، أنت برأيك شو الحل؟ يا حبيبي أنا بدي رجال اتكي عليه، مو رجال يتكي علي. يا حبيبي يا سيدي، وأنا موافقة اتجوزك هلأ، معك تعمل عرس؟ بلا، معك تساوي شهر عسل؟ كمان بلا، عندك بيت؟ عندك راتب يعني نعيش منه كل يوم، أي شي عندك؟ بدبر حالي، باخد من لطفي أو من ليلى أو تاخد منه تكاليف العرس، ماشي، تاخد منه حق بيت، تاخد منه راتب شهري، ما فكرت كيف نعيش لبكرة يعني كل يوم. هالأمور كلها ما كنت شايفتيها قبل ما تطلبي مني إني أخطبك؟ هذا أنا ما تغيرت، ليش مبارح ما كان في مني واليوم ما بسوى؟ كان عندي أمل إنه يكون عندك حل. أنت طلعت لا وانتي صادقة، لأنه مبارح ما كان في أبو كارلوس، اليوم في. أنتوا نسوان كلكم هيك، ما لكم أمان. تفضلي قومي روحي لعند رونالدو تبعك، هاد انا بخاطرك. ليكون خربتها. تقبري قلبي هيك قالت لك عمتك بوشك؟ تخيلي، يبعت لي حمالة. هاي صوت زمور ابو العز. هاد ابو العز، ردي عليه وقولي له انه انا ماني هون. اهلين ابو العز. خنسله مو هون، ما بعرف، جيت على البيت ما لقيتها. طيب ماشي، مع السلامه. باي. فهميني ليش ما بدك تحكي معه؟ ما بعرف، امبارح قلت له انه يجي يطلب ايدي، واليوم حاسه مشاعري مدري كيف هيك فايتين، ما بعرف. يعني انت ما عاد بدك يا خنسة؟ لا، كيف ما بدي اياها؟ بدي اياها، بس بصراحه ما شفتي علاقة بهيج وليلى كيف صار فيها؟ أول شي كانوا بحبوا بعض كتير، بعدين فجأة بهيج صار يقول طول ما له قاعد ما في أمل، وما عاد زبطت العلاقة. بتعرفي ليش؟ من وراء الأزمة المادية. أنا ما بدي عيد أزمتهم ولا بدي عيد مأساتهم، بدل ما تصير ليلى وبهيج بتصير خنساء وأبو العز، ما بدي. لكان ليش رجعتي له أصلاً؟ بحبه، بس أحياناً بحس حالي عم فكر بطريقة ما منيحة. يعني من بعد قصة ليلى والشركة تبعها، قصة هشام بده يدبر لنا عرسان، صرت فكر انه ابو العز ما عاد له مكان. ما بعرف، حاسة حالي رح جن. خلص قيمينا من هالموضوع. هلا كملي لي انتي، احكي لي كمان شو صار معك بالتفصيل. يا بنات هيك اجا جدو، تعي شوف شو صار معه. الله يلعن النسوان وساعتهم، أنا ما شفت أحقر من هيك أبداً. جدو حبيبي شو صاير معك؟ طمني. النسوان مصيبة. بلا، الله لا يقيمهم، بيكون حمار يلي بيعتبرهم. جدو، إن شاء الله مفكرين حالكم نسوان. ولك أنتوا أصلاً لولا كاتب النفوس ما يكون حمار، كنتوا هلا عم تخدموا عسكرية. بتعرفي ظبطها أبوكي وأخذنا الوكالة، شو رح أقدم لك؟ حياتي ما بكفي كل شي سويته مشاني، الشركة اللي فتحت لي إياها والراتب الكبير اللي عم تعطيني إياه. رح جيب لك طقم دهب رح تختاري انت بنفسك. لا هالشومتي هيك كتير، ما في شي بيغلى عليك. لكان انا ابو لطفي الكعيان عقيد جورة الفحل، يصير معي هيك؟ يا تقبرني يا جدو، اهدى هلا وخلينا نعرف نتفاهم. شو نتفاهم؟ شوفي، اذا ضربتها بوكس على حنكها رح يقولوا تقاوى على حرمه. مزبوط. وانت ركتها هالحيوان ابو كارلوس بده ينتصر علي. صحيح،
بتقبرني جدو؟ إذا بدك هلأ بجمع إخواتي كلياتهم ومنروح لعنده ونشحطها من شعره شحط لعندك. لا، الكلب اللي بدك تجريه على الصيد بلا وبلا صيده. تقبرني جدو؟ منين بتجيب هاي الأمثال المناسبة العجيبة الغريبة؟ هلأ تركيني منك ومن أمثالك. طيب أبوكي وينه؟ ما صدق حاله إنه صار سليم، صار هلأ مثل ابن بطوطة كل وقت بمحل. ليش تقبرني؟ بدك منه شي؟ بدي إذا ما وقف معي بمصيبتي هاي إمتى بدي وقف معي؟ والله الحق معك يا جدو، يبعت لي حمى بس ما بعرف وينه. أكيد عند أخته أم أنيس. أكيد هاي متصل فيه. إيه تقبرني اتصل. ألو، مين حضرتك؟ أنا أبو لطفي الكعيان عقيد جورة الفحل، بدي أحكي مع بنتي أم أنيس. نعم؟ نمري غلط؟ لك يا حيوان، طالما عرفان النمري غلط ليش لحتى ترد؟ ولا روح قلبك طق الحنك وقلة الأدب يا حيوان، طبيه عليك وعلي اللي ربوك. شو عم تساوي هون ولا؟ شو؟ برود البواجي وحكي معي مثل العالم وحاجة تقطي، شو عم تساوي هون؟ عمي بشرفي أنا قصدي شريف، أنا كلي رجاء إني أتجوز بنتك خنساء، يعني صحيح أنا مالي من مستواها بس عليم الله إني حبيتها من كل قلبي. نزيل نزيل لك نزيل. نزيل نزيل. نزيل. واللي بده يتجوز يا بني آدم بيلطي هيك تحت البلكين وبيطوط وبيزعج الجيران ولا بيطلع بدق الباب باحترام وبيطلب البنت. ايه دق دقيت بابكن اكثر من 1000 مرة يا عمي، مثل ما فتت مثل ما طلعت مثل الاجدب، ما فهمت شيء. عمي ليك اذا مشان الشهادة انا مستعد ارجع اقدم البكالوريا واخذها وفوت على الجامعة، واذا مشان المصاري انا لعيونك. ها كل هالقد بتحب خنساء ولا؟ وأكثر من هيك يا عمي الله وكيلك، وفوق هاد أنا حبيتك إلك شخصيا، عليم الله إنك دخلت قلبي ووجعني قلبي عليك. عمي إذا بتقلي هلأ انقلع ولعات ورجيني وشك بشرفي بعرضي ما عدت تشوف وشي طول عمرك، وإذا بتقلي زدت حالك بالبحر رواسي. ضروب فرام ضروب فرام وشك دباجي واسمع الكلمتين اللي رح قلك ياهو. عمي لك خنساء بشهرين بتزدتك بالعصفورية. عمي نفسها أنا إذا ما تزوجت خنساء رح صفي بالعصفورية. إلك ثقة فيه لك دب لك. شوف عمي أنت أصيل ومعدنك طيب، لا تخاف لا تخاف، بتسحب حالك وبتتيسر وأنا بتصل فيك وبقلك شو بتتصرف. بس عمي أنا وعدت خنساء يعني إجي أخطبها الليلة. شوف ولا دب لا تخلي الدسك يحرك علي وتفشش فيك، عم قلك أنا بتصرف، تترك كل شي علي أنت ما عليك. عمي ليك إذا مشان المصاري أنا وضعي منيحة، أنا معي قرشين فتحت أنا وابن عمي مشغل خياطة، هذا بيقص ذهب، بكرة منجيب توابق ماش ومنقطش وبنلحش نقطش وبنلحش والسوق بياخد. الله الله لا يوفيك يا خنساء على الحظ، من أسبوع جاء عريس كمان هداك بيقطش وبيلحوش بيقطش وبيلحوش، انقلع من هون أحسن ما أقطش راسك وإلحشوا. فهمت ولا ما فهمت؟ هون ما بدي شوفك. أبو إيش أنت؟ أبو العز. ذكرت سيانا. السلام عليكم. عليكم السلام بابا. شرفت ابن بطوطة، وين كنت؟ والله يا بطوطة يا أبي كنت بهالدنيا، بتشلفني من قرنة بترميني على القرنة الثانية غرقاني، شو بدنا نساوي؟ اليوم اللي خلتك فيه لك شبك روق أبي شبك روق، شو ما بي غير نسوان على وش الدنيا. يا بني العاشق والمعشوق أنا كنت فكرك ملاك. انقلع
الي عم مفكر حالك دمك خفيف مو؟ دورني يا جدو مشان الهام. صدقيني انا بحب جدك وبدي اياه كمان، بس جدك ما بيمشي الا بالدفش. قال قدام الناس هي خطيبتي وخلصنا، كانه هذا كل شيء عليه لازم يساوي. يعني انت عم تحاولي تخليه يغار ليتحرك؟ طبعا. ومنين اجتك هالفكره؟ بصراحه هي مو فكرتي، فكره ابو كارلوس. الظاهر بيعرف جدك منيح، قال لي انه ضل خاطب ستك 3 سنين وما تجوزها الا بعد ما عملوا فيه هيك. يا الله، بس جده كثير متضايق وكثير مزعوج. احسن احسن خليه يستعجل. لحظه، الو، اهلين ابو كارلوس. ايه ايه لا جاهزه، يلا جاي جاي. الهام ما تاخذيني، انا مضطره امشي. ايه ولا يهمك، الله معك، بس يعني في طلب حابه اطلبه منك ست لواحظ اذا ممكن. تفضلي. هلا فيكي انت تتصلي فيني على البيت وتخبريني بادق تحركاتكم؟ ليش؟ هلا بعدين بتعرفي، المهم ممكن ولا ممكن؟ ممكن بس على شرط. اي ما بتحكي لجدك الكلام اللي حكيناه منو؟ يي ولا يهمك، موافقة. أوكي خلص. يلا باي باي. بابا تقبرني، حرام جده. يا ابن بابا يا حبيبي حابب، شو بدنا نعمله يعني؟ روق مشاني جده. تقبرني والله بابا ظريف وبيحبك كتير، بس هو بيحب يمزح شوي، تحمله. مشان موضوع الست لواحظ انا بروح لعندها هلا وبحكي لك معها جوز كلام منيح. مرحبا. اهلين. وين كنتوا بابا؟ الهام. هاي جدو عبي. يا حبيبي شو حكيتوا وشو قالت لك؟ مين يعني لواحظ؟ لواحظ، والله ما لحقنا نحكي شيء لانه فورا اجاها تليفون من ابو كارلوس ونزلت. نزلت؟ طيب انا برجيها. روق ابي، هيك قصص ما بتنحل بالسيف، لك هيك قصص بدها رواق. مرحبا ريهام. اهلا بابا. هون؟ اي هون. تفضلوا تفضلوا. مرحبا بابا. اهلا وسهلا بابا. روحوا على اوضتكم. تفضلوا. اهلا وسهلا. تفضل. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شرف استاذ، تفضل. شو على اساس ما اطلع من البيت؟ شو طلعه؟ مجعوز مجعوز يا بهيج، بدي حدا هيك فش له غلي. اطلع. رفضتك مو؟ مو النظرية. شو النظرية لكان؟ لك يا اخي ما بشوف من الغربال اعمى. حكيت معها على البيت قالوا لي مو هون، قال طلعت وانا متاكد انها بالبيت. انا قلت لك بالاول وانت ما سمعت يا ابو العز، ما سمعت مني. اخ يا ابو العز. اخ خير؟ ليش عم تاخ؟ الله سبحان اسمه، ليش طالع ابونا ادم من الجنه ما عم اعرف؟ قلعوا لانه حوا ضلت تدهي بعقله تدهي بعقله لحتى اكل التفاحه. ولك شو دهت بعقله انت الثاني؟ ليش الواحد منا بس يشوف وحده بضل براسه عقل لتدهي فيه؟ شبك بهيش؟ والله باين حالتك حالي. بموت بدفع عمري كله بس لاعرف هالنسوان شلون بيفكروا. يا رجل بالبداية دابت فيني ولك جنت، حسستني إذا تركتها ثانية وحدة بتموت. مين رولا؟ مين رولا أنت الثاني؟ ولك منى، منى يا بني آدم. إيه. شو بدي أحكي لأحكي؟ وأنا من جد بتصدقت قلت لحالي ممتاز، إذا فتحت مع موضوع الزواج راح تجن من الفرح. حلقت لك. مو النظرية، بس أنا بزماناتي كنت حامل ليلى على ظهري، أنت تعبت قلت يا ولد نزلها وريح شوي. لا، منى خانم بدها تركب على ظهري وتركب مع ليلى وابو حمزه وقال كعيان كلهم، وانا ظهري ما بيتحمل. ما بيتحمل يا ابو العز. والله تقال.
روق أخي، هلأ بنوصل على البيت نعمل لك كاس شاي ونحكي على رواق. أهلا وسهلا. أهلا. تفضل تفضل. أهلا وسهلا سيد هشام. أهلا. يا مرحبا. أهلا وسهلا. أنا آسف إذا جيت بوقت غير مناسب. لا لا بالعكس، البيت بيتك، بس يا ريت نخش بالموضوع دغري وتقلي شو طلباتك من أبو حمزة. يمكن حكيت لك ليلى، وكالة مواد التجميل والمواد الطبية، إذا بتأمنهم بنكون لك من الشاكرين. شوي من الشاكرين، ما حبيت منك، هي مو لغة تجار الله يسامحك. أنت بتعرف إنه هلا الوكالة معمونة ولازم نشلحها إياها، والتشليح هو لغة التجار. باختصار قديش كنت تدفعوا؟ يعني احنا جاهزين اللي بدك اياه، بس انا ما قصرت مع ليلى، فتحت لها شركه وكل اخر شهر عم تاخذ راتب كويس. كوبي ها؟ ايه كوبي. كبل لي هاي الافكار الله يخليك، لانه شغله راتبها وتاسيس الشركه كلهم على بعضهم 200 300 الف ليره، وانتوا رح تربحوا من الوكاله ملايين. طب انت قديش بيناسبك؟ ما رح اغلي عليك، تشرف. 7 مليون. قديش؟ عم تحكي معي؟ 7 مليون. يا رجل هيمونة رح تجنني، مدري شلون بتفكر. لك مثل جرزة البقدونس، ورقة بقلب ورقة بقلب ورقة بقلب عرق وكله مشربك. تخيل عم تطلب مني انه اترك ليلى بس ضل انا وابو ليلى صحبة، بتطلب مني ما احكي مع بيت الكعيان بس ما يزعلوا مني. بتحير، ما ملفوفة يا زلمة، النسوان ملفوفة بحيروا. والله يا بهيجو ضاوي خاعي يا زلمة، عم بفري فري ما عم بعرف شو بدي اعمل. لك بدي اياني جنبها وما بدها اياني، بدي اياني اخطبها وما بدها تتجوزني، بدي اياني احبها وبدها تتجوز غيري. كي ما عم تركب معي عليم الله يا بهيجو، حاس حالي حارة وكلها سوزوكيات. سوزوكيات وعلى تزمير. عجقة كتير أولا. أي والله عجقة كتير. عجقة. أي والله. لا أنا رايح غير اتجاه، أنا رايح اتجاه المعاكس. عندي إحساس إن الانتحار شغلة مهمة كتير. ما في حل من الانتحار، بدي انتحر أخي. انتحار؟ أخي شو هالحكي يا بهيج، بعدك شاب يا زلمة، شو انتحار؟ كلام فاضي هذا، انتحار اللي بيسمعك بفكرك يعني مثالي وأنت عم تنتحر بدون ما تحس. أنا؟ إيه كي؟ بهالدخان. طول ما انت عم تدخن عم تنتحر، بس انتحار بطيء، سلولي سلولي. مين قال لك اني مستعجل؟ على مهلي. لا انا ما عندي وقت، حاب انتحر بسرعه لاني هيك رافض لكل شيء، وبس انتحر بكون عبرت انه انا رافض لكل شيء، ما في شيء عاجبني. بس في لحظه مخوفتني، هي لحظه الموت. جربتها يا اخي صاحبي، مؤلمه مؤلمه كثير. الله يرحمك يا ابي. يا سيدي انا بحسده على موته، مات نايم من تم ساكت ما حس بشي. مثل هذا صاير مثل ابوه لهاملت، موتة اميرية. امير مين؟ ما بتعرفوا هاملت انحارتنا هذا. ايوه بس تعرف مين اكلها؟ امك اكيد يا حرام. لا والله، الركاب اللي كانوا معه وقت كان نايم راحوا تفعيس. كان عم بيسوق؟ ايوه والله. لا ما بقول لك امير، ما فارق معه حدا، الله يرحمه. مثل ابوه لصاحبك هذا هاملت. ايه. يا إنيسة تعي شوفي شوفي. يا شو حلوة، شو هي الحلوة؟ هاي العربية بتذكرني بأفلام الكوبوي. شوفي هون. شو شوفي هون؟ ماني شايفة. مطعم كافيتيريا. ايه طب خلينا نشرب شي. تشرفي. لك شو ابوكم؟ لك انه ما بده حدا يساعده، لك حدا بيطلب هيك مبلغ. قد ايه طلب اختي؟ عم يطلب من الزلمه 7 مليون ليرة. ويش عم منين بده يجيبهم؟ ايه انا بعرف منين بده يجيبهم. لا واسمعوا كيف عم يحكي بالملايين كانه كل عمره معود على الملايين. بورصه بورصه. لطفي الكعيان. دبريني لطفي الكعيان. دبريني هدي وروحي كملي سما. سيد هشام الله يرضى عليك، لا تلح علي كثير، اللي عندي قلت لك يا. بس هذا كثير كثير يا ابو ليلى. انتوا احرار،
هذا عرض وتقدم، بتحبوا توافقوا اهلا وسهلا، ما بتحبوا في غيركم اكيد بيوافق. مين هدول رح يوافقوا يدفعوا هيك مبلغ؟ لا هذا سؤال ما بيطرحه تاجر، هي مو لغه التجار يا سيدي هشام. المهم العرض بين ايديكم، بتوافقوا اهلا وسهلا، ما بتوافقوا كمان اهلا وسهلا. بس منين اجتك هالثقه انه رح ادفع هيك مبلغ؟ لانه ارباحكم رح تكون بعشرات الملايين. عدم المؤاخذه، اذا بدنا نحكي بالاعمال بدنا اثبات لكلامك، يعني شيء ملموس يثبت هذا الحكي. شو عليك؟ من غير ما تشوبر كثير وتتعب حالك، انت بتعرف هلا انه الوكاله مع منى وبكره بسحب الوكاله من منى، منيح هذا الدليل ولا بدكم دليل اقوى؟ طبعا بكفي وزياده، اذا انسحبت منا بكره الوكاله نقعد ونتفق. بسيطه، اعتبرها مسحوبه. بالاذن رح خبر شركائي وبشرهم. اهلا وسهلا فيك. هذا كوبي. ايه كوبي اذا بتحب. لا شكرا. وانت كوبي ما شاء الله. تفضل. اهلا وسهلا. يخرب بيتك يا هشام، شو طلعت ابن حرام؟ لك بده يسكتني ب 25,000 ورقه وهو بده يكسب الملايين؟ بس مو معقول ابوك، مو معقول شو طلع ابن سوق ومدهرن. يعني اختي بده يصير معها نسب ملايين ليره. يلا ملايين. احسن شي نفكر شو لازم نعمل فيهم. انا بطلق بهيج، قولي على قام، قولي على قام، قولي على قام، بيتك عيان كلهم وبهيج. لك اختي شبكي، ولك شبكي شبكي شبكي، عاملتي لي بهيج مسبحة ابليس. كل شوي بدي طلقه بدي طلقه بدي طلقه. شو انتي مش محكي مثل ليلى؟ لازم تحكي. صبايا لك لسه ما مسكنا المصاري وبلشنا نتخانق، فكروا شو بدنا نعمل بجديه؟ صالحوا صالحوا. تعي تقبريني، بعتلي حمى مو طبيعي. تقبريني احجكوني احجكوني. شوفوا لألكن، أنا خطرت ببالي فكرة أوريجينال. واو كمان let's say it to بابا. يلا شو هاد يا تقبرني؟ شو هاد؟ ابن سوق بابا تخاف عليك تقبر قلبي. كفو كفو بابا. ايه بابا انا خطرت لي فكره اوريجينال عن جد، هلا خطرت لي. ها عم اقول لحالي طالما انت صاحبي كل الأد مع ابو حمزه، شو بدنا بهذا بطيخ هشام وغيره وغيراته؟ انت رح تامن الوكاله، انا عندي الشركه، معناتها ما بدنا حدا بيناتنا منقص ذهب بكره، شو رايك؟ نعم يا خانم حبيبتي، الشركه باسمك والوكاله رح تصير باسم الشركه، بالتالي بنطلع من المولد بلا حمص نحنا. لك انا اخذكم شبكون. تعي لهون تقبريني. تعي ليلى تعي، ما بصير هذا الحكي، ما في بالتجاره اخي واختي. بعدين دخيلك الشركه اللي عامل لك اياها هشام عملها كرمال البابا مو كرمالك، وهذا يعني انه الورث الشرعيين للبابا نحنا الاربعه، هذا ما قلناه انا والهام. يا اختي كنتوا ردوني. لا بابا اعوذ بالله. لا ما اصدق حبيبي تقبر قلبي. شوفوا انا ابو حمزه صديقي الي لحالي، الشركه ما بتهمني، المهم تكون الوكاله باسمي وكل شيء بدي سجله بس باسمي. مزبوط كل شيء لازم يكون باسم البابا. ايه وهذا اللي راح يصير. يخلي لي اياكم يا بابا، يخلي لي اياكم انتم. شو زعلتي ليلى خانم؟ لا اعوذ بالله، ليكني كثير مشرقت. يا حبيبي ايه انبسطوا. ايه ايه تقبرني. خليكم يا رب. عن اذنكم بدي اعمل تليفون ضروري كثير. اذنك معك؟ هذا لواحظ شيء كويس كثير. ما في منا ما في منا عمو، صار لجارة بيت خالي فوق العشر سنين، ما في منا. مرحبا. اهلين. ممكن احكي بالتليفون؟ ايه تفضلي. شكرا. اهلين. مبسوطة ريهام خانم؟ مروقة إن شاء الله؟ صحتك منيحة؟ هي نزعتيها بيننا وبين بابا، يعني شو اسمنا وشو اسمه؟ يا بابا شو اسمنا وشو اسمه؟ حبيبتي أنا ما حكيت غير هيك بس شو بهمها؟ قومي قومي قومي. شو ما حكيتي غير هيك؟ حكيتي وخربتيها بيننا وبين بابا، لا فهمنا غلط. بالله قالهم. لا لا بابا فهمتكم صح. شو؟ ليكي حاولي تأخريها قد ما تقدري. إيه بس لا تطولي كثير. يلا يلا مع السلامة. اوكي ماما نفكر كل واحد مصلحته. فعلا انا ما راح اقبل غير باسمي، وانت يصير لك هي لا بقى تهزي لما بتقولي. مرحبا ايهاب كيفك؟ ليك شو في موضوع كثير 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 مهم لازم احكي معك فيه، لذلك لازم نلتقى قدام الكافتيريا اللي دائما بنروح عليها. اوكي ماشي يلا باي.
هلأ خلصت كل ارتباطاتي، ممكن أقعد معكم قد ما بدكم. يلا يلا لازم لحق نروح على سوق الحميدية. شرفك. شو أبو كارلوس، مو على أساس بدك تدوقنا القهوة البرازيلية ولا انسحبتوا؟ باطل، أكيد ما بينسحب أبداً. هلأ بدي دوقك أحسن كافيه بالعالم، بس أنا لازم أقوم فهمه كيف هو ما بيعرف يساوي. بابا وينك لهلا؟ ليش تأخرت؟ خير بابا، في شيء؟ ما بقدر شيل ماما لحالي، تعا ساعدني. طيب بابا، تعي. يا رب. استغفر الله العلي العظيم. لك يا بنت الحلال، كم مرة قلت لك لا تحركي لحالك؟ وانت بابا ما قلت لك لا تتركي ماما لحالها؟ يا رب. بسم الله. بما والله بعرف اني عم اعذبكم معي، الله يريحني ويريحكم. لا تحكي هالحكي ماما، بنزعل منك، مو هيك بابا؟ ايه بابا طبعا. لا تأخرت ولا شيء يا عمري، أول ما قلتي لي إجي. حبيبتي خير؟ شو الموضوع اللي بدك إياه مني؟ شرف، نحكي جوا أستاذ. صار الدنيا مساء ولهلا لواحز خانم ما رجعت. انا بدي افهم شو محببها بحديثه للحيوان ابو نص لسان ابو كارلوس. ساوي اللي بدك اياه يا لواحز خانم، يعني رح يدملك هذا ابو كارلوس، بكره رح يرجع للبرازيل وساعتها منشوف. فعلا يا ابو كارلوس، القهوة البرازيلية اللي ساويتها أطيب قهوة دقتها بحياتي. شفت؟ يلا يا جماعة، شرفوا، عنا كتير محلات لازم نستنشوفها. تفضل. ياي، لوين هلا عازمنا أنيس؟ أنا مو عازمكم بنت خالي، ما بدي أقطع خلوتهم أنت والأستاذ إيهاب، خليكم أنتو، بس عنا نحن محلات لازم العم أبو كارلوس وشاكيرا يشوفوها، تفضلوا. وأنا؟ لكان وأنت إذا ما بيروح أنا ما بيروح منو؟ يلا رح نتمشى أنا وأنيس، أنتوا الهقونا. تفضلوا. عن إذنك. مع السلامة. بعينك الله. لك شبك إيهاب، ما عندك إحساس؟ كيف تركته يهينك هيك؟ يهيني؟ إمتى؟ بالعكس، الزلمة طلع كتير مزوق، تركنا لحالنا يا عمري. إلهام حبيبتي، أنت جبتينا لهو مشان نحكي بموضوع، شو هو؟
ليلى؟ نعم. ما اجى ابو العز؟ اريح ذاتا، انت الهم كان راكبك من ورا جيته. جيته ابريني، بس ليش ما اجى؟ لك 60 عمره ما يجي. لا طالعي لي خلقي انت الثانيه، نحن وين وانت وين يا خنسه؟ يا الله يا ربي يا ربي. انا خير بدريه. شوفي ناقصينك انت الثانيه. هذا انيس الغبي الوقح اللي كل شيء سيء بالدنيا اهني وحط كرامتي بالارض. وانت شو اخذك لعنده؟ انا شفته بالصدفه بمطعم، كان هو والانسه شاكيره. الهي ياخذهم اثنيناتهم يا رب بيوم واحد. لك انتو حتفلجوني، حتجيبوا لي السكته الدماغيه. انت ما بدك انيس وهي ما بدها ابو العز، واذا غابوا عن عيونكم بتجنوا. لك شو صاير لكم؟ الو الو الو، ضريب ان شاء الله. ريهام خانم، مين هذا اللي عم يتصل وما عم يحكي؟ اهلين بهيج، جيت بوقتك. تفضل تفضل. اهلين بهيج. اجا بهيج. شاطرة بصت نظري علينا أنا وأختك. عمي يا عمي. عمي يعني شلون بدي لك إياها؟ والله ما بعرف. أنا وليلى يعني بنتك ليلى حكينا بموضوع الطلاق عمي، وقالت لي إنه أنا ما عندي مانع يعني روح طلق اصطفل، بس أنت وأبي خلص الأمور. ما بعرف بنخلصها. هذا أحسن قرار بتتخذوه. يعني عمي أنت ما عندك مانع بالقرار؟ بالعكس، هذا قرار حكيم يا ابني. تتطلقوا، انت بتتجوز منى لانه هي معها مصاري اكثر من ليلى، وليلى بتتجوز هشام لانه ازنقل منك. هشام؟ ايه. طيب يعني ما بتحكي مزبوط انه هشام ماشي الحال، بس يعني حضرتك ما عندك شروط، ما عندك طلبات، ما عندك يعني نهائيا. كل اللي بدي اياه منك انه مثل ما دخلنا بالمعروف تخلع بالمعروف ومسامح بالمتقدم والمتاخر. بالله عن جد انا ما بتنازل عنه لحق من حقوقي. قديش متقدمك ومتاخره؟ 200,000 ورقه. ماشي انا بدفعهم، بس حلوا لي هالمشكله. بس عمي لحظه، لك في شغله ما تحكي ولا حرف. انت خدي اخواتك على غرفه خنساء، يلا روحوا. ليلى خليك معي. لا عمي عن جد. شوف بهيج، من الاخير بدك تطلق طلق، بس بالحسنى وشوي شوي، ومثل ما دخلنا بالمعروف بنطلع بالمعروف. اوكي والله اوكي. اسألها دائما معها انا شوي شوي. شو ايه ما تشدي. شكرا كثير كثير ابو كارلوس على هالمشوار، انا فعلا 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 كنت محتاجته. أنا لازم آخذ أخطيب أختي مشاوير ورحلات مشان يكون مبسوط. بس أنا خايفة من أبو لطفي، خايفة من ردة فعله، هذا عصبي كتير. لا تخاف لا تخاف، هذا وحدة جعجوعة بس. وحياة عينك، أنا ما بروح برازيل حتى تكون أنت جوزه. يتسلم لي عينك، لو لأني بحب أبو لطفي لحط عيني عليك. يلا تصبح على خير. وأنت من أهلك. أستاذ أنيس ممكن أحكي معك كلمة؟ خير. شوفي يعني بدي اقول لك شغله، انتوا كنتوا كثير ظراف معي، مشان هيك بدي اقول لك الحقيقه. الهام ما اجت صدفه على الكافتيريا، انا خبرتها تيجي. ليش؟ هي قالت لي خبرها، فهمت علي ما هيك؟ هي. تصبح على خير. وانت من اهله، مع السلامه. والله لحرمها تشوفه مرة تانية. لواحس؟ شو خير خير أبو لطفي؟ ليش بطاحش على البيت؟ يعني ما بصير، أنا مرة وحدانية، شو بدهم يحكوا علي العالم؟ وطلعاتك أنت أبو نص لسان، هذا أبو كارلوس ما حدا رح يحكي عليها؟ ما كنا لحالنا، كانت بنته وأنيس معنا وماشيين نحن قدام كل العالم. بعدين انت شو دخلك فيه؟ يو
شو لك علاقة؟ أنا بروح وين ما بدي ومع مين ما بدي كمان. لك نسيتي إني خطيبتي ولي حقوق عليكي؟ نعم نعم نعم. بعلامة شو؟ بعلامة أهلك اللي إجوا خطبوني ولا بعلامة الخواتم اللي نحن لابسينها؟ هذا كله كان رح يصير، بس أنتي بصلتك محروقة. يا سيدي أنا هيك بصلتي محروقة، عجبك أهلا وسهلا، ما عجبك مع السلامة، أو عجبك مع السلامة ما عجبك مع السلامة. يقطع عمرك شو نسقة وما بتنطقي. هي أول مرة بحس إنه بدي أقول لك كلمة غصبا عني. شو هي؟ بحبك. إيه بحبك، بتمنى يكون لساني انقطع قبل ما أقول لك إياها، بس أنتي وحدة نقاقة وغليظة وما بتنهضني. يا ولي هذا هلا غزل ولا مسبق؟ مسبق. أنا ما بعرف غازل إلا هيك. بتصدقي؟ مرة أم لطفي الله يرحمها، الله يرحمها، أنا كنت مريض ومتسطح بالتخت، سهرت فوق راسي ليلتين، وقت اللي فتحت عيني وشفتها فوق راسي لعبر لها عن محبتي إلها قدحتها كف على خلقتها، هريت لها سنين من تمها. يا لطيف يا لطيف، لا 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 ما بدي تحبني لهالدرجة. لك أنا اللي بقرر، أنا اللي بقرر إمتى بحبك وإمتى ما بحبك. اسمعي ولك، قسما عصما مو يكون الحمار هذا أخي أبو كارلوس، يكون ابني. إذا بهوي بصوبك لحتى خلي دمه حميمه. تصبحي على خير، ولا أقول لك تصبحي على شو ما بدك. شوف بهيش، خلينا نحكي مثل الرجال العصريين، قيمة الأمور التافهة هي تبع طلاق وزواج، نحكي بالشي المهم بالشي الكبير. عمي شو مهم كبير؟ يعني في أهم من طلاقي أنا وبنتك ليلى؟ في أهم بكتير. هذا الطلاق والزواج وصهري مسند ظهري وهي العلاقات الاجتماعية السخيفة مسألة تافهة بهالعصر. المال والتجارة بجهة وهي العلاقات بجهة تانية، وما رح تقدر تحط إجر هون وإجر هون لأنك بهالحالة رح تنفسخ، خاصة أنه هالضفتين كتير عم يتباعدوا. عمي اقسم بالله ما عم افهم عليك، ما عم افهم. راح فهمك على فكره، بهالكم يوم راح نسحب الوكاله من منى. شو عمي انتو بكون تسحبوا الوكاله من منى؟ اي نعم راح نسحبها، ابو حمزه وعدني بهالشيء، وبصراحه ما بخبي عليك يعني هشام وجماعته دفعوا لي 7 ملايين ليرة. فكرت قلت اذا دفعوا لي 7 ملايين مصلحتي، معناتها هشام اوكي، منى دينيت. عمي يعني لا تأخذ من الكلمة، بس أنا يعني أنت عم تحكي شيء ما بتصدقني، يعني ما بدخل العقل. لا يا بهيش، بتشك بكلامي؟ كسبت عليك بعمري أنا. والله بعرفك صادق يا عمي، بس ما بعرف خيلتني. هلا خليك معي، أنت صار لك زمان عم تشتغل مع منى ما؟ إيه بالمواد الطبية. بس بدي أسألك بهيش، إذا سحبت منا أنا الوكالة بتقدر تشتغل بالوكالة لحالك؟ لك شو هاد اللي عم بيصير؟ لك سامحي شو عم يحكي؟ لك شو بابا؟ إذا بده يعطي الوكالة لبهيش أنا وهشام شو بنساوي؟ حبيباتي أبوكم تصرفاته غريبة، بس إيدي إذا مو صاير لعقله شي. والله نحن اللي صاير لعقلنا شي. الست ليلى تقبر قلبي، طلع لها من كل هالهليلة 25,000 ورقة مراتب طبعا، وبابا هو وقاعد طلع له 7 مليون ومو عاجبينه. حبيبتي بده الوكالة كلها. خلاص اسكتوا ما تحكوا ولا كلمة، خلونا نسمع شو عم بيصير. أمي شو عم تحكي أنت؟ فعلا جيت بحضن أمي وأبي. أنا عمي أنا 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 مدير عام، مدير عام عن جد، مدير عام عني. أنا 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 ما عم صدق. عمي رح لك إياها هيك على بلاطة، أنا من إيدك هاي لإيدك هاي، بدك بترك منا بترك منا، بدك بخلع منا بدك بخلع، بخلع على منا بخلع على منا، بدك برجع لليلة برجع ليلة، بروح على الحوايب بروح على بقعد بالحوايب. بس أمرني، ها أمرني عمي. لا تظهر لك يا بهيش، قلت لك هاي شغلات الطلاق والزواج والعلاقات الاجتماعية السخيفة ما عاد لازم تفكر فيها. خلاص انت تيسر هلا، انا وبس عزل منى بخبرك. خلي لي اياك يا عمي. بس عمي ما امشي، فيني اطلب طلب صغير؟ بدي اشوف بنتي. مين بنتها؟ شو مين بنتي عمي؟ عزام بنتي، بنتي حفيدتك. شو امرت بهيج افندي؟ شو عم تتفصح؟ هلا تذكرت انه في عندك بنت وحابب تشوفها؟ لا انا اسف اسف كتير. ما في اسف وما في تشوف بنتك. مزبوط كلامك، بس صار في انقلابات ومستجدات يعني بلحظه تاريخيه انا وعمي هلا عملناها، صح ولا عمي؟ هلا بهيج تيسر وانا بعدين بحكي معك. شفت قلت يعني امشي عمي. انا امشي. يلا سلام. بابا انت شو عم تحكي؟
معقول تسلم الوكاله لبهيج؟ لك هذا واحد قليل الاصل، كان بده يطلقني. مو انت اللي طلبتي الطلاق؟ ايه انا، وما بدي اياه، وما بدي اياه يشتغل بشركتك كمان. شوفي هي شركتي وانا حرفيه، انت بتديري شركتك مثل ما بدك، تركيني انا افكر بشركتي مثل ما بدي. يا بابا شو شركتي وشو شركتك؟ ما نحن اثنين واحد. شوفي الله يرضى عليكي، انت ما عندك خبره بهالمجال، مستحيل سلمك الشركه تبعي. وشركتي شو بدي اعمل فيها؟ عندك هشام بدربك وبيساعدك وبتتطوري. بابا بس انت ما بدك تعطيه الوكاله، واذا ما اعطيته الوكاله ما رح يتجوزني. ها ليش هو بده يتجوزك؟ مشان الوكاله ولا لانه بيحبك؟ بابا بابا ان شاء الله. انت شو صاير لك؟ شو صاير لك؟ ليش هيك عم تحكي؟ معك حق، انا صاير اجدب. بابا نزيل ولا شايفك نزيل؟ ما تنزيل ليك تحت الترابيزه. رقص هاي؟ طبعا طبعا ماما. لك انا يلا انا مستعد ابي انا. ما بعرف. بس تجي ابو لطفي وتشوفينا هيك مبسوطين بدها تجي. ليش هو قال لك بده يجي؟ لا هي ما قالت لي، بس هي اختي انا بعرفها. الظاهر البابا بحب بهيش، إذا بطلقه بطلع من المولد بلا حماس، بخسر بهيج وبخسر هشام. أصلاً هشام التافه بدون الوكالة بتركني، وأنا ما بدي إذا صار بهيج مدير الشركة. أنا غلطت مع البابا ولازم صالحه، لازم ورجيه أني ما بخالف له طلب. سافر مع أحمد على الخليج، وأهلي ومدرستي ورفقاتي بتركهم؟ لا لا مستحيل. طيب أحمد رح يسافر على الخليج مشان المصاري، معقول البابا يكون عنده شركة بتست الملايين ويترك زهره وبنته يسافروا على الخليج؟ إيه مستحيل. أنا رح أقرب من البابا وورجيه قديش بحبه، بلكي بيشتغل أحمد معه ونتزوج هون. معقول أنيس قدامي كل هالعمر وما شوف محاسنه؟ وشاكيرة بنظرة واحدة كشفته. يا الله قدي ظلمتك يا أنيس، لك تعبي حيطان غرفتك بصوري وأنا هاملتك. بالفعل إني جذبة لك طفرك بإيهاب. خلص أنا رح أخلي بابا يزبط زواجنا، وأنا متأكدة إنه عمتي وكل العيلة بيريدوا هالشي. بس يا ربي أنيس بده. اضرب شو غبية وحوبة، هلأ ليلى بدها تدبر لنا عرسانة قال، إلى حالة مملاقي عريس منيح. بعدين شو بقى أبو العز؟ يقبر قلبي. طيب والبابا بيحبه؟ أنا متأكدة إنه البابا بيحبه مع إنه ما بيظهر هالشي. شو بدي ساوي؟ أصلاً بكرة بس يفتح بابا شركته بصير أبو العز دراعه اليمين أو مدير النقل بالشركة. ليش لا؟ لازم احكي مع البابا بالموضوع. لوين؟ بدي احكي مع بابا ضروري. ونحن كمان رايحين معك. طولوا بالكم، الظاهر كلياتنا عنا حكي نقوله لبابا. عدوه خلينا نتفق ونتفاهم شو بدنا نقول له. ايه